حبايبي اهلا وسهلا بيكم في قناتي، واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الكروشيه. والنهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الفستان البناتي ده، والفستان ده فستان بحمالات، والفستان ممكن حضرتك تعمليه لاي سن ولاي مقاس ولاي وزن. الفستان الحقيقه شكله رقيق زي ما حضرتك شايفه. الفستان ممكن تستخدمي له لون واحد، وممكن تستخدمي له لونين او كمان اكتر من لونين، وبتوفقي الالوان مع بعضها. الفستان الاساس فيه في المقياس ان حضرتك تاخدي المسافة من الكتف ده وتدوري كده لغاية الكتف التاني. من الكتف ده للكتف ده يبقى نص دوران الصدر، او اللي هو نص دوران الفتحة دي، طبعا على حسب اتساع الفتحة اللي حضرتك عايزاها، وبعدين هتضربيها في اتنين عشان حضرتك تطلعي طول السلسلة اللي هنبتدي بيها. وزي ما حضرتك شايفة انه الفستان ده بحمالات ومقور قوي من فوق، ممكن حضرتك لو شابة مثلا في الجامعة ممكن تلبس تحته بادي او شميز بالياقة، يعني ممكن حضرتك تتصرفي في الفستان بالطريقة اللي تريح حضرتك. أنا بس بدي لحضرتك فكرة. فحضرتك هتقيسي من الكتف هنا، ولو معاكي شريط المقاس اللي هو المزورة هتبتدي تقيسي المسافة دي وتريحي المزورة قوي على الجزء ده، طبعا على الشخص اللي حضرتك هتعملي له أو البنوتة اللي هتعملي لها الفستان، وبعدين تضربي اللي يطلع في اتنين عشان تجيبيها ورا وقدام. الفستان على مكسم من ناحية الصدر، طبعا عندنا المقاس ده اللي هو بتاع دوران الوسط، والمسافة من تحت الباط لتحت الباط لو ضربناها في اتنين بتديني دوران الصدر. من بعد الوسط على طول بنبتدي نوسع الفستان، وبينزل بالطريقة دي. ممكن كمان حضرتك تعمليه فستان لغاية الركبة، فستان لغاية تحت مغطي الرجلين، يعني حضرتك بتلعبي في الطول زي ما حضرتك عايزة. الحاجة التانية انه الفستان بفتحة من ورا ومتركب عليها زرار، وزي ما حضرتك شايفة انه الفستان بنفس الطريقة بتاعت الامام، هي نفسها بتاعت الظهر. طبعا عشان انا ما بيبقاش عندي نموذج اشتغل عليه، فبشتغل على العروسة بحيث ان حضرتك تشوفي شكل الفستان، هو هيبقى نفس الشكل بالنسبة للبنوتة، سواء طفلة صغيرة او شابة كبيرة. وعلى فكرة ممكن تعمليه لحضرتك زي ما قلت لحضرتك وتلبسي تحته بادي. احنا بنبتدي الفستان من فوق وبننزل بيه على تحت، وبالاتساع اللي حضرتك عايزاه زي ما هنشرح مع بعض دلوقتي. اتمنى يا رب الفستان يعجب حضرتك، واتمنى تشوفي الفيديو معايا للاخر عشان تشوفي احنا بنعمله ازاي. واتمنى يا رب لو عجبك تضغطي لايك للفيديو عشان ينتشر، وتعملي لي تكتبي لي كومنت حلو تقولي لي رايك فيه، وان شاء الله يا رب كل الاراء تبقى راضيه عن الفستان وتبقى راضيه عن شغل القناه. يلا بينا بسرعه نشوف هنشتغل ازاي. في البدايه هنبتدي نعمل سلسله زي ما قلت لحضراتكم في البدايه، ان انا هقيس من الكتف ده واجي يعني اريح المزوره او شريط المقاس لغاية الكتف التاني، واضرب المسافة في اتنين، واعمل سلسلة على قد ضعف المسافة دي اللي انا قستها. طيب هنا الجزء ده بتاع الكم، الجزء ده بتاع الامام، الجزء ده بتاع الكم، ونيجي من ورا من هنا في بقية الكم طبعا من هنا وبقية الكم من هنا، الجزء ده نص الخلف والجزء ده نص الخلف. طب انا هعمل سلسلة بأي عدد من الاعداد، بحيث ان انا كل مقاس بيبقى له عدد في البداية بتاع الغرز. طيب انا هبتدي المقاس بتاع اللي احنا هنشتغل عليه ده، هبتدي اعمل 65 غرزة. ال65 غرزة دول هقسمهم ازاي؟ 65 غرزة هعمل نسبة ما بين الكم والامام او الكم والخلف، هعمل نسبة 2 لـ3، نسبة الكم 2 للامام 3، او نسبة الكم 2 للخلف 3، لانه الامام هيبقى قد الخلف. طيب ازاي بقى اقسم 2 لـ3؟
أنا البداية عندي هعملها 65 غرزة، وال65 غرزة هعمل نسبة 2 لـ3، الكم 2 ونسبته إلى الأمام أو الخلف 3، يبقى النسبة بتاعت التقسيمات بتاعت الكم أو الكمين والأمام والخلف بنسبة 2 لـ3. فأنا هعمل الأمام 18 غرزة والكم 12 غرزة. طب أنا لو جيت عملت نسبة بين الكم والأمام 12 لـ18، هنا على الستة فيها الاتنين وهنا على الستة فيها التلاتة، يبقى فعلا نسبة 2 لـ3. فاهمين الفكرة؟ يبقى هنا الكم 12، الأمام 18، الكم التاني 12 زي الكم الأولاني، والخلف مقسوم 2، نص بـ9 والنص التاني بـ9، يبقى 9 و9 18 زي الـ18 دي. لو جمعت 18 الأمام مع 18 الخلف يبقوا 36، ولو جمعت 12 الكم الأولاني و12 الكم التاني يبقوا 24. 24 و36 هيبقوا 60 غرزة. طب أنا ليه عاملة 65 برغم التقسيمة دي 60 بس؟ في غرزة من الـ5 غرز اللي فاضلين هرتفع بيها السطر الأولاني، يبقى فاضل 4 غرز. غرزتين هضيفهم لنص الخلف وغرزتين هضيفهم لنص الخلف التاني، وهعتبر الاتنين دي والاتنين دي مردات اللي هركب عليهم الزرار والعروة، يعني أنا مش هعمل مردات خارجية، المرد منه فيه. فاهمين حضراتكم؟ يبقى 18 و18 و12 و12 دي التقسيمة العادية. فاضل 5 غرز، غرزة هرتفع بيها في السطر الأولاني فمش محسوبة معايا في العدد، وغرزتين هضيفهم على حرف نص الخلف الأولاني، وغرزتين هضيفهم على نص الحرف التاني، يبقى ده مرد للنص الأولاني وده مرد للنص التاني. مرد يعني إيه؟ يعني الجزء اللي هركب عليه العراوي والزرار. هنبتدي دلوقتي مع بعض. أنا هبتدي باللون ده الأول، وبعدين أبتدي أعمل عقدة البداية مش محسوبة معايا غرزة، وبعدين هبتدي أعمل، أنا بشتغل بإبرة 2.75 ملي، هبتدي أعد بقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عملت كده سلسلة بـ65 غرزة، وهبتدي السطر الأولاني هسيب أول غرزة تحت الإبرة هسيبها، وأدخل في الغرزة اللي بعدها وأعمل غرزة حشو، واللي بعدها غرزة حشو، كل السطر هعمله غرز حشو لغاية الآخر. يبقى دي أول غرزة بقى، احنا زي ما اتفقنا بنسيب أول غرزة اللي هي ارتفاع السطر اللي احنا حسبناهم من الخمسة الزيادة، وهشتغل السطر كله غرز حشو. هكمل بقى السطر كله بنفس الغرزة دي. عملت كده السطر كله حشو، ودي آخر غرزة هشتغلها. هسحب الخيط لكن مش هكمل بنفس اللون الروز اللي معايا، هبتدي أسحب اللون الأبيض، وبعدين هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، يمثلوا العمود الأول، وبعدين هلف الشغل وهاخد الخيط الأبيض معايا عشان أثبته، وهاخد اللون الروز اللي هو الفتلة الطويلة برضو هاخدها معايا تحت الإبرة عشان أتنقل بيها لأني هكمل بيها في السطر. فأنا كده خدت فتلتين، الفتلة القصيرة بتاعة الخيط الأبيض والفتلة الطويلة بتاعة اللون الروز.
فاكرين انا قلت لكم على الحرف هنعمل عمودين، فعملت العمود الاولاني اللي هو عبارة عن 3 سلسلة، وبعدين هدخل في الغرزة اللي بعدها واسحب الخيط واعمل العمود رقم 2. يبقى انا كده دلوقتي خدت عملت 2 عمود على الحرف، وبعدين هعمل واحدة سلسلة واسيب غرزة وادخل في الغرزة اللي بعدها واسحب الخيط واعمل عمود وسلسلة وعمود في نفس المكان. انا واخدة الخيطين معايا، واحدة للتثبيت وواحدة بتنقل بيها. يبقى انا اشتغلت في الاول عمودين، عملت غرزة سلسلة وسبت غرزة من تحت، وبعدين عملت في الغرزة اللي بعدها عمود وسلسلة وعمود، ومن غير سلاسل ولا حاجة هبتدي أشتغل. هسيب الغرزة دي والغرزة التانية وهدخل في الغرزة رقم 3 وأعمل عمود وسلسلة وعمود في نفس المكان، وبعدين من غير سلاسل ولا حاجة هعمل أكرر الحتة دي تاني. هعد 1 2 وفي الغرزة رقم 3 هعمل عمود وسلسلة وعمود بالطريقة دي كده. ده الجزء الأولاني بتاع نص الخلف. وبعدين هبتدي أسيب غرزة واحدة وأعمل 2 سلسلة، هسيب الغرزة اللي تحت وأدخل في الغرزة التانية وهسحب اللون الروز معايا وأسيب الأبيض وأشتغل باللون الروز. يبقى عملت 2 سلسلة وسبت غرزة واحدة واشتغلت غرزة حشو، واعتبر غرزة الحشو دي رقم 1. هاخد بقى الخيط الأبيض معايا عشان هكمل بيه بعد كده، يعني أنا بنقل الخيط بس، وبعدين أدخل في الغرزة اللي بعدها وأعمل الغرزة رقم 2 اللي بعدها رقم 3، وهفضل أشتغل كده لغاية ما يبقى عدد الغرز اللي عندي كله 12 غرزة حشو. ما تنسوش ان انا واخدة الابيض تحت الابرة عشان اتنقل بيه لغاية ما اخلص الحت السطر هنا كله. فانا عملت 3 غرزة حشو، هكمل بنفس الخيط الروز واعمل 12 غرزة كله على بعضه يبقى 12. عملت كده 11 غرزة حشو، وبعدين رقم 12 اهي، هدخل في رقم 12 واسحب اللون الروز، وبعدين ابتدي اشتغل بالابيض. يبقى انا كده عملت 12 غرزة حشو، وبعدين هشتغل 2 سلسلة وهسيب غرزة واشتغل في الغرزة اللي بعدها عمود، هسحب اللون الروز معايا، هشتغل عمود، 1 سلسلة وعمود في نفس الغرزة. هنا لما كنت بعمل الوحدات دي كنت بنقل من غير سلاسل. في الامام انا كده هبتدي الامام، لان انا كده خلصت نص الخلف وده الكم الاولاني، انا ببتدي في الامام. فهعمل هنا فاصل غرزة سلسلة، هنا ما كنتش بعمل فاصل في نص الخلف، ما كنتش بعمل، هعمل هنا. يبقى هنا غرزة سلسلة، وبعدين انا واخدة اللون الروز معايا، وبعدين هسيب 1 2 وفي الغرزة رقم 3 هعمل عمود سلسلة عمود، وبعدين هعمل غرزة سلسلة
وعد واحد اتنين في الغرزة التالتة، هعمل عمود، سلسلة، عمود، عملت كام واحدة كده؟ عملت تلاتة. هكررهم بنفس الطريقة لما يبقى عندي ستة، يعني هعمل سلسلة وبعدين أعد واحد اتنين في الغرزة رقم تلاتة، هعمل عمود، سلسلة، عمود، كده بقوا أربعة، هعمل اتنين تاني عشان يبقى عندي ستة. كده عملت واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، وبين كل وحدة والتانية عملت غرزة سلسلة، وبسيب من تحت غرزتين وبشتغل في الغرزة التالتة. هنا كنت عاملة الكم الأولاني، هشتغل الكم التاني، فأنا هعمل اتنين سلسلة وبعدين أسيب غرزة واحدة وأدخل في الغرزة التانية وأسحب اللون الروز عشان أشتغل وبعدين هبتدي أشتغل باللون الروز هبتدي أسحب الخيط. عملت أول غرزة حشو وهكمل زي ما عملت هنا 12 غرزة حشو، هنا كمان هعمل 12 غرزة حشو وهسحب اللون الأبيض معايا عشان أنقله. كده دي رقم 2 تلاتة، وأكمل لغاية ما يبقى عندي 12، كده أربعة، هكمل بقى ال 12 كله. كده خلصت 11 غرزة، هعمل الغرزة رقم 12 بس هسحب اللون الأبيض ويبقى خلصت ال 12 غرزة، وبعدين هبتدي أعمل اتنين سلسلة وأسيب غرزة وأشتغل في اللي بعدها عمود، هاخد برضو بس اللون ده معايا أثبته عشان أقطعه، سيب غرزة وأشتغل في الغرزة اللي بعدها عمود، سلسلة، عمود في نفس المكان، وبعدين هسيب غرزتين وفي الغرزة رقم تلاتة هعمل عمود، سلسلة، عمود، يبقى عملت اتنين، وبعدين هنقل برضو في اللي بعدها واحد اتنين، وفي الغرزة رقم تلاتة هعمل عمود، سلسلة، عمود في نفس المكان. عملت كده تلاتة، هبتدي اقطع بقى اللون الروز مش عايزاه، وبعدين هبتدي اعمل غرزة سلسلة وهسيب غرزة والغرزة اللي بعدها هعمل فيها عمود واللي بعدها كمان اللي على الطرف هعمل فيها عمود، وبقى أنا كده خلصت السطر الأولاني. لو لخصناه كده كله مع بعضه، احنا عملنا 65 غرزة، سبت غرزة في الأول وبعدين اشتغلت الباقي كله حشو وبعدين ابتديت ألضم الخيط الأبيض، دفعت تلاتة سلسلة وعملت بيهم عمود أولاني وبعدين الغرزة اللي بعدها عملت عمود تاني وبعدين عملت سلسلة وسبت غرزة من تحت والغرزة اللي بعدها عملت عمود وسلسلة وعمود، ومن غير سلاسل نقلت سبت غرزتين وفي التالتة عملت عمود وسلسلة وعمود، سبت غرزتين وعملت في التالتة عمود وسلسلة وعمود، وبعدين سبت غرزة وعملت اتنين سلسلة، وابتديت أعمل 12 غرزة حشو باللون الروز. دول يمثلوا الجزء الأولاني، يمثل نص الخلف، النص التاني يمثل الكم الجزء ده،
وبعدين ارتفعت 2 سلسلة وسبت غرزة، وعملت عمود وسلسلة وعمود في نفس الغرزة، عملت سلسلة هنا بنقل في الأمام، بنقل بسلسلة، وبعدين سبت غرزتين وفي الغرزة التالتة عملت عمود وسلسلة وعمود، سبت غرزتين وعملت سلسلة من فوق وعملت عمود وسلسلة وعمود، وكررت الكلام ده. بقى عندي 1 2 3 4 5 6 يمثلوا جزء الأمام. وبعدين عملت غرزتين وسبت سلسلة، وابتديت أعمل باللون الروز 12 غرزة حشو. وبعدين عملت غرزتين سلسلة بالأبيض بقى، وعملت وسبت غرزة من تحت، وعملت عمود وسلسلة وعمود، وما نقلتش بسلاسل، نقلت على طول، بقيت أسيب غرزتين، وفي التالتة أعمل عمود وسلسلة وعمود، سبت غرزتين وعملت عمود وسلسلة وعمود في الغرزة التالتة، وبعدين عملت غرزة سلسلة وسبت غرزة من تحت، وعملت عمودين اللي هم دول المردات بتاعة الظهر اللي هم في الخلف. دلوقتي هنعمل السطر رقم 3. هبتدي ارتفع 3 سلسلة، 1 2 3 يمثلوا العمود الاولاني فوق العمود الاولاني، وبعدين الف الشغل، وبعدين فوق العمود التاني هعمل عمود تاني، مش هنقل في السطر ده بسلاسل خالص، هدخل، فاكرين دي كانت عمود وسلسلة وعمود، هدخل في الفراغ واعمل 2 عمود، 1 2 وبعدين 2 سلسلة، عملت 2 عمود 2 سلسلة، وبعدين هعمل 2 عمود كمان، ومن غير نقل بسلاسل خالص هدخل في الفراغ اللي بعده واكرر 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود، انقل في الفراغ اللي بعده اعمل 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود، يبقى انا ما بنقلش في السطر ده بسلاسل خالص، عملت 2 عمود، وبعدين روحت للفراغات دي كلها، عملت في كل فراغ صدفة عبارة عن 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود. الجزء ده يمثل الكم الأولاني، فهعمل 1 2 3، هعمل 3 سلسلة، وبعدين أنقل للفراغ بتاع الوحدة الأولى وأعمل برضو عمودين 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود، ويبقى أنا كده عملت الكم الأولاني بالطريقة دي كده. طبعا السلاسل دي بزودها لو أنا حاسة إنه تحت الباط ضيق، لكن أنا بالنسبة لي المقاس أنا عارفاه مظبوط. وأكمل في كل وحدة هعمل صدفة عبارة عن 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود، وأكمل الجزء ده لغاية الكم التاني. فوق كل وحدة بعمل صدفة من 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود. خلصت كده الست وحدات دول بنفس الطريقة. هعمل الكم التاني هعمل 3 سلسلة، وبعدين اتنقل للفراغ اللي بعده واعمل 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود، واكمل الجزء ده برضو بنفس الطريقة لغاية ما اروح للعمودين دول، ونشوف هنكمل ازاي. انا هشتغل الوحدات دي بنفس الطريقة. خلصت كده الوحدات التلاتة، عملت في كل واحدة صدفة، وبعدين فوق العمود اللي قبل الأخير هعمل عمود، وفوق العمود الأخير في الغرزة رقم 3، عشان احنا كنا عاملين 3 سلسلة، هعمل عمود،
وابقى انا كده حددت الاكمام. وهنشوف مع بعض اهي الاكمام بالطريقة دي كده كده. وده لما اجي اقيسه هدخل كده الكم والكم التاني وهيبقى كده. هيبقى ده الشكل بتاعه. هيبقى الجزء ده كده. ومن ورا في الظهر اللي هو هيتركب له الزرار بالمرد. يعني مش هنعمل له مرد مخصوص. هنكمل بقى من غير تزويد لغاية ما أخلص الجزء ده. هنشوف مع بعض هنعمل كام سطر بنفس الطريقة. احنا عملنا كده السطر ده. هشتغل تاني 1 2 3 4. هشتغل 4 بنفس الطريقة، يعني كلهم على بعضهم يبقوا 5. هبتدي بقى اشتغل السطر رقم 3. انا عملت كده سطرين هنا، 1 2 3. ببتدي اول السطر 3 وبعدين اشتغل عمود فوق العمود التاني، وبعدين ادخل هنا واعمل صدفة عبارة عن 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود، والوحدة اللي بعدها بنفس الطريقة. هنقل على الوحدة التالتة هنا. بما اني مش محتاجة اوسع فمش هشتغل في الجزء اللي تحت الباط ده. هنقل على الوحدة اللي بعدها على طول وهكمل بقى 5 اسطر كلهم بنفس الطريقة دي. طب انا امتى اشتغل في الـ3 سلاسل اللي انا عملتهم؟ امتى اشتغل هنا واعمل وحدة تاني هنا؟ لو انا محتاجة ازود واوسع تحت الباط او مشتغل هنا وحدة، لكن انا مش محتاجة فانا هشتغل على طول. فاهمين الفكرة حضراتكم؟ التوسيع بيبقى من المنطقة دي، اما ان انا اعمل وحدة زي دي، واحدة أو 2 أو 3، ده لو حابة أوسع عشان يبقى تحت الباط مريح. لكن بما إني عاملة المقاس هنا مظبوط فمش محتاجة إن أنا أشتغل على الجزء ده أي وحدات. خلصت كده 5 أسطر، 1 2 3 4 5. ما عملتش في الأسطر دي أي زيادة. الصدفة كانت عبارة عن 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود، وبنقل من غير أي سلاسل. وخلصت اخر عمودين في السطر وهبتدي اقفل المردات على بعضها. هحط العمودين دول على العمودين دول كده، هحط الاتنين دول على الاتنين دول، وبعدين هبتدي اقفل في الغرزة اللي هنا اللي هي تاني عمود بغرزة منزلقة، وابقى كده خلاص قفلت المرد ده على المرد ده كده بالطريقة دي. وبعدين هبتدي انقل بمنزلقة وبعدين اوصل للعمود. شوفوا هنا كان في عمودين، 1 2، هوصل للعمود التاني. يبقى انا هبتدي الشغل من العمود التاني، هرتفع فيه 3 سلسلة تمثل عمود. يبقى أنا عملت عمود فوق العمود التاني، نفتكر كده سبت عمود وبشتغل على التاني، وبعدين أدخل جوه الفراغ وأعمل 2 عمود.
وبعدين اتنين سلسلة، وبعدين ادخل جوه الفراغ واعمل اتنين عمود، والعمود الاولاني ده اعمل فوقيه عمود. طب انا كده عملت ايه؟ انا خليت الصدفة عبارة عن تلاتة عمود اتنين سلسلة تلاتة عمود، يبقى انا ابتديت من السطر رقم ستة، ببتدي ازود، بسيب العمود الاولاني واشتغل على الباقي، وادخل جوه الفراغ واعمل اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود. مرة تاني، ادي الصدفة اللي بعدها ادي عمود، والتاني هدخل في العمود رقم اتنين اعمل عمود، وجوه الفراغ هعمل اتنين عمود، فبقى عندي تلاتة عمود مش اتنين، الاتنين عملت تلاتة بس سبت العمود الاولاني بس، وبعدين اتنين سلسلة، وجوه الفراغ اعمل اتنين عمود، وبره على اول عمود هنا اعمل عمود، وسبت العمود اللي في الاخر. هشتغل كل السطر بالطريقة دي، وابقى انا كده زودت. السطر اللي بعده عشان نكمل، هسيب العمود الاولاني واشتغل على الاتنين اللي بعده، كل مرة بسيب العمود اللي على الحرف بس، وادخل جوه واعمل اتنين عمود، فاصبح الاتنين عمود هنا واتنين عمود جوه، فبقوا اربعة عمود، وبرضو اتنين سلسلة اتنين عمود جوه الفراغ، واشتغل اتنين بره، فالتلاتة بقوا اربعة. في كل مرة بسيب العمود اللي على الحرف والعمود اللي على الحرف، واشتغل فوق الأعمدة وزود جوه اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود، يبقى في كل مرة الصدفة بدل ما تبقى اتنين واتنين سلسلة واتنين عمود، لا هتبقى تلاتة سلسلة اتنين عمود تلاتة سلسلة، اللي بعدها هتبقى أربعة سلسلة اتنين عمود أربعة سلسلة، وهكذا. فبصوا هنا هنعمل ايه، بصوا هنا ده اللي أنا أقصد عليه أقوله، بصوا دي تلاتة عمود واتنين سلسلة وتلاتة عمود، اللي بعدها أربعة عمود واتنين سلسلة وأربعة عمود، اللي بعدها خمسة سلسلة اتنين عمود خمسة عمود اتنين سلسلة خمسة عمود، اللي بعدها ستة عمود اتنين سلسلة ستة عمود، سبعة عمود اتنين سلسلة سبعة عمود، وهكذا لغاية ما عملت في الآخر تسعة عمود واتنين سلسلة وتسعة عمود. طبعا من حق حضرتك تطولي أكتر من كده، فأنا هكمل بقى وخلاص، هشتغل أكمل معاكم السطر، وإحنا راجعين هوريكم هنعمل إيه تاني. كده خلصت السطر، بقى تلاتة اتنين سلسلة تلاتة، بشتغل في العمود التاني على طول، بسيب الأولاني. هنا هبتدي أقفل السطر، أنا خلصت هنا الصدفة دي، هبتدي أجي على الغرزة الأولى العمود الأولاني في السلسلة رقم تلاتة، بعمل منزلقة، وبعدين همشي لغاية التاني بمنزلقة برضو، وبعدين ابتدي ارتفع تلاتة سلسلة للعمود الأولاني، واشتغل في العمود التاني، وجوه الفراغ هعمل اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود، وبعدين اشتغل في العمود الاولاني اللي بره ده، وبعدين العمود التاني، يبقى انا الصدفة المرة دي كترت، الصدفة المرة دي زودتها، بقيت اربعة واربعة بدل تلاتة وتلاتة، وبعدين ابتدي انقل على العمود التاني برضو ده، واكمل بقى لغاية ما يبقى عدد الاعمدة عندي تسعة عمود اتنين سلسلة تسعة عمود، حسب برضو الطول اللي حضرتك تحبيه. كده عملت اربعة، بعمل اتنين سلسلة وادخل في الفراغ واعمل اتنين عمود، وبعدين بره اعمل عمود، وبعدين عمود، واكمل بقى زي ما قلت لحضراتكم لغاية ما يبقى عندي تسعة. بصوا ابتدت توسع بقى ازاي، ابتدى الحجم بتاعها من تحت يوسع لغاية ما اكمل بقى الفستان كله.
حبايبي. وكده نبقى خلصنا الفستان بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين، الرقة والشياكة. هنا في واحد لابساه العروسة، وهنا واحد تاني بلون تاني أو بألوان تانية. أتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم والشرح كمان عجبكم، وأتمنى تنفذوه. في نهاية الفيديو حبايبي حابة أشكركم على اشتراكاتكم في القناة، وعلى كومنتاتكم الحلوة، وعلى دعمكم لقناتي بتكبر بيكم. بحبكم كلكم. Thank you. Bye bye.